بكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان المرموم ومن تحفة ميادين السباقات ومن دانة الدنيا دبي مع انطلاقات إجني أبناء القبائل على أرضية ميداننا الذكي في يوم الإذاع ويوم الإبداع والاستمتاع. أتقدم مباشرة مع انطلاقة ثالث أشواطنا الذي خصص للجعدان المحليات الأصايل. أتقدم مع المقدمة وجزيل على المركز الأول نايد بن مسلم بالزفنة العامري، من يتقدم ويقدم جزيل على المقدمة. معزم على المركز الثاني لعلي بن زعل بن سعيد المنصوري القادم على المركز الثاني. المقدم معزم على المركز الثاني، غازي في ثالث مراكزنا. جمال بن راشد بشاوي الغفلي من يقدم غازي على المركز الثالث. المركز الرابع الحارثي القادم، وسعيد بن مايد بن سالم الاشتبي من يقدم الحارثي على المركز الرابع. نقلتنا الى المركز الخامس، وتابع المركز الخامس شاهين لمحمد بن راشد بن ضبيعة الاكتبي القادم على المركز الخامس. سابع مراكزنا شاهين لسعيد بن سيد بن عبيد بالكديد القادم على المركز السادس. المركز السابع من الجانب الاخر ياتي الذيب، يتقدم في هذه اللحظات المركز السابع، وتابع الذئت القادم في هذه اللحظات لسيد بن حمد بن صالح الظاهري يتقدم. ناخذ المركز الثامن ونتابع ثامن المراكز في هذه اللحظة، يتقدم وينطلق الشيذماني القادم لناصر بن حمد بن حميد الزرعي، من يقدم الشيذمان. ناخذ المركز التاسع ونكمل الندى والصداوي القادم لسعد بن سالم بن علي لفهيدة المري. والمركز العاشر، المركز العاشر يتواجد في عاشر المراكز شاهين ومعيصم بالخليفة بالفريري الاكتبي القادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة وندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة مع أول انطلاقات الجعدان المحليات الأصايل من المرموم، من المرموم ومن دانة الدنيا دبي. عودة إلى الصدارة والمقدمة، عودة إلى المراكز الأولى، ولا زال على المركز الأول جزيل 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 على المركز الأول. نايد بن مسلم بالزفنة العامري يتقدم بومسلم ويقدم جزيل على المركز الأول. المركز الثاني القادم عزم لعلي بن زعل هنا القادم بسعيد المنصوري يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث غازي جمال بن راشد بشاوي الغفلي يقدم غازي على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع وياتي الذيت، يتقدم الذيت في هذه اللحظات وينطلق بشعار سيف بن حمد بن صالح الظاهري القادم على المركز الرابع في هذه اللحظة. نتابع المركز الخامس وبدأنا نغادر نصف مسافتنا 6 كيلومترات، قطعنا 3 وتبقى 3. المركز الخامس شاهين لسعيد بن زيد بن عبيد بالكديد القادم. سادس مراكزنا شاهين محمد بن راشد بن ضبيعة الاكتبي. المركز السابع، المركز السابع ياتي في هذه اللحظات الشيذماني القادم الشيذمان ناصر بن حمد بن حميد الزرعي يقدم الشيذمان القادم على المركز السابع. ثامن المراكز الصداوي سعد بن سالم بن علي لفيدة المري يقدم الصداوي على المركز الثامن. والمركز التاسع بالرقم 9 كذلك
تقدم يا محل الصدفة يا التيار سالم بن حمد بن سالم بوشقله المري أول ندى لشعار بوشقله المري القادم مع التيار التيار المركز العاشر لا زال شاهين على مركزه العاشر يتقدم ومعيصم بن خليفة بالفريري الاكتبي القادم من يقدم في هذا الانطلاق هكذا هي نتيجتنا هكذا ندانا الثاني في شوط المحليات الأصايل في شوط المحليات الأصايل شوطنا الأول شوطنا الأول الرئيسي لكن عودة إلى الصدارة عودة إلى التغيير عودة إلى التغيير الذي طرى وجرى في هذه اللحظات على معزم علي بن زعل بن سعيد المنصوري يتقدم في هذه اللحظات بن زعل المنصوري ويقدم يقدم يقدم معزم اللي عز في هذه اللحظات على المقدمة بعد مغادرتنا للمنعطف الأخير بدأنا نتجه إلى المقصورة الرئيسية إلى خط النهاية يا معزم المركز الثاني جزيل في مرافقة معزم جزيل نايد بن مسلم بالزفنة العامري القادم على المركز الثاني شاهين محمد بن راشد بالضبيعة الاكتبي القادم مقدما شاهين على المركز الثالث ثلاثية ثلاثية على المقدمة بن زعل المنصوري ونايد بن مسلم بالزفنة وكذلك بالضبيعة على المركز الثالث ناخذ المركز الرابع وصل الصداوي لسعد بن سالم لفيد المري القادم مع الصداوي على المركز الرابع ومن القادم قادم قادم الشيذمان ناصر بن حمد بن حميد الزرعي غادرنا لوحة الإعلان الألف والمئتين ووصلت الأسماء تحركت الشعارات تيار قادم لسالم بن حمد بن سالم بوشقله المري القادم وغازي جمال بن راشد بشاوي الأغفالي لكن عودة بعد الكيلومتر الأخير عودة إلى الصدارة عودة إلى المقدمة يهل المحليات الأصايل أول أشواطنا من المرموم إلى وين السلام إلى وين إلى وين يا بن زعل إلى الوثبة متجهين لكن هل نزوة قادمين هل نزوة قادمين وهل مدينة العين قادمين وكذلك الصداوي لسعد بن سالم لفيده المري قادم مع الصداوي اللحظات الأخيرة يا بن زعل يا بن زعل لا تزعل جماهيرك يا بن زعل اللحظات الأخيرة يا معزم ولكن بالضبيعة قادم بالضبيعة وهل نزوة بالضبيعة القادم في هذه اللحظات شاهين محمد بن راشد بالضبيعة والصداوي الصداوي لفيدة قادم مع الصداوي ولكن شاهين انطلق كالشواهين في اللحظات الأخيرة بنسلم على أهالي نزوة بنسلم على أهالي نزوة في هذه اللحظات أول أشواط الجعدان المحليات الإذاع بنصبح على أهالي نزوة تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بالضبيعة الاكتبي على فوز شاهين بالمركز الاول الصداوي على المركز الثاني لسعد بن سالم فيده المركز الثالث مع علي بن زعل بن سعيد المنصوري المركز الرابع مع شعار نايد بن مسلم بالزفناء العامري المركز الخامس التيار لسالم بن حمد بن سالم بوشقله المري هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شاهين معلنا أول الواصلين في شوط المحليات الأصايل 9:21 وتسع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن ضبيعة الاكتبي وسلام يا نزوة سلام المركز الثاني الصداوي 9:23 4 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لسعد بن سالم بن علي ألف
هيدا المري المركز الثالث، نتابع مع التوقيت الزمني ومعزم 9:25 تسع اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لعلي بن زعل بن سعيد المنصوري، تهانينا والناموس للجميع.